السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم غادي يكون طريقة تنظيف الفرن، فرن منزلي اللي عندكم. الوغ اليوم غادي نوريكم الطريقة ديال تنظيف الفرن، لأن بزاف ديال المشتركات اللي سولوني في الفيديو اللي درتو على تنظيف الميكروويف، قالوا لي زعما واش نفس الطريقة نديروها باش نطفو الفرن. لا، الطريقة ديال الفرن بوحديتها غادي نوريكم طريقتي في تنظيف الفرن. الوغ الى يهمكم هذا الفيديو خليكم معايا. في كاس غادي ندير بيكربونات الصودا، كما شفتوا هنا عندي ديجا درت شويه وغادي نزيد شويه. انا كندير عيني ميزاني، يعني ما عنديش مقياس محدد، على حسب الكونتيتي اللي غادي تقدني باش ننظف به الفرن. وغادي ندير شويه ديال الماء، شويه يعني خص داك الخليط يجي على شكل عجين، وشويه ديال الخل، خل ابيض طبيعه الحال. صافي، وغادي نخلط الكل وغادي نتلاقاو باش نظفوا الفرن ديالنا. طبيعه الحال غادي نحتاجوا شيفون بحال هذا اللي يكون حرش شويه، ماشي جيكس يعني، غير شيفون يكون حرش شويه باش يحيد لكم كاع دوك الاوساخ اللي كيكونوا عندكم في الفرن تراكمين. وصافي، ودابا غادي نمروا لتنظيف الفرن. كما كتشوفوا هذا هو الفرن ديالي، غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تنظفوه من الداخل اول شيء، عاد غادي نوريكم الطريقه ديال التنظيف ديالو من الخارج. بطبيعه الحال كنظن تقريبا كلشي عندكم بحال هاد الافران، الا ما كانش هادو كيكونوا هادوك اللي كيكونوا لاصقين مع البوطه، اولا فرن ديال الضوء عادي عادي، يعني اي نوع عندكم ديال الفرن تقدروا تنظفوه بنفس الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. يلا خليكم معايا. كما كتشوفوا هذا هو الفرن من الداخل، كيكون اغلب الوقت هنايا عندنا ليدام متراكم لتحت هنايا، وهنايا ثاني في الباب كما شفتوا كيكونوا متراكمين دهون على هذا الشكل، هذا على شكل بقع سوداء. اول حاجه غادي نديروها غادي نحيدوا هذا غادي نغسلوه بنفس المكونات اللي درنا هنايا، بيكربونات الصودا والخل والماء. غادي نغسلوه في الشاريج، واذا كان عندكم مثلا ميدم بزاف كما شفتوا انا راه ما عنديش ميدم يعني بزاف، ما يحتاجش انني نخليه يعني في الفران ونشعل عليه الحراره. الا كان عندكم ميدم بزاف غادي تدهنوه بنفس المكونات اللي غادي ندهن بهم الفران، يعني بيكربونات الصودا والخل غادي تدهنوهم هكا بالشيفون، ومن بعد ملي غادي تشعلوا الفران، لاننا غادي نشعل الفران واحد 45 دقيقه باش يسخن وباش يعطي نتيجه اكثر، يعني يتنقى مزيان ويعطي نتيجه اكثر. ديروه ترجعوه هنايا تدهنوه بكاع دوك المكونات وترجعوه وتشعلوا الفران، وغادي ان شاء الله هذوك الاوساخ كاملين غادي يتحيدوا لكم. الوغ انا غادي نحيدو وغادي نغسلو في الشاريج كما قلت لكم بنفس المكونات اللي عندي هنايا. ودابا غادي نبدا ناخذ بهاد المكونات اللي درت هنا، كما شفتوا راه تجي العجينه عاقده، وغادي نبدا نحك هنا مزيان، ندير كاع داك الخليط نوضعو هنايا بهاد الطريقه هادي. يعني وجناب وجنا كامل هاد هنايا، هاد الجناب يعني هاد الخليط كامل غادي توضعوه هنا لداخل. هادو بطبيعة الحال كيتحيدو، لا بغيتو تحيدوهم حيدوهم، ما بغيتوش انا راه عندي شوية ميدمين غادي نخليهم، لان بغيت ديك الحرارة تدخل فيهم، بغيت ديك الحرارة تحيدي دوك الإيدان اللي راهم فيه، بصح غادي نخليهم يعني تما لداخل.
ونفس الطريقه غادي ندير في الباب كما شفتوا من الداخل. كما شفتوا هنايا في الباب نفس الطريقه نبقى غاده هكذا كنحط كاع داك البرودوي اللي درت بهذه الطريقه. هذه هي راه كتجي على شكل عجينه مزيان تخليوها بحال هكذا كاع الجناب ديال الباب بهذه الطريقه تبقاو غاديين هكذا. كما شفتوا راه دات داك البرودوي كامل لداخل شفتوا حتى في الجناب وفي الباب حتى هي لداخل. ودابا ملي ودات البرودوي في كامل الفرن ديالي غادي نسد الفرن بطبيعة الحال وغادي نشعل عليه الفوق والتحت على ديروه على 100 درجه ما تجهدوليش بزاف 100 سمحوا لي الا كان نحرك الكاميرا باسكو صعيب باش نصور فوالا. ومن بعد غادي نشعلوه عليه 45 دقيقه وغادي نخليوه هكاك شاعل. وملي غادي تكمل ديك المده ديال 45 دقيقه غادي نطفيو عليه ونخليوه مازال تما مسدود واحد ربع ساعه حلوه. بطبيعه الحال من نكونو طفيناه بربع ساعه دي يكون دفى شويه ما يكونش سخون بزاف. غادي نلبسوا القفازات ديالنا وغادي نبداو نطفو. بطبيعه الحال غادي نوريكم الطريقه من بعد 45 دقيقه. وكما كتشوفوا بعد ما كملت ديك المده الزمنيه اللي خليته ديال 45 دقيقه خليته من بعد واحد ربع ساعه باش داك البخار بقى يلعب تما ديال بيكربونات الصودا. ومن بعد حليته كيجي على هذا الشكل هذا كما شفتوا كربونات الصودا كتنشف وكلشي كيكون ناشف. الوغ دابا غادي نمروا لعمليه التنظيف خليكم معايا. ومن بعد غادي ناخذ شيفون اللي هو فازك بالماء الجهه الحرشه بطبيعه الحال اللي غادي نستعملها. وهادو انا غادي نحيدهم وغادي ناخذهم للشاري ديالي باش نغسلهم مزيان كما شفتوا حتى هما فيهم داك البرودوي باش تسهل عليا العمليه ديال التنظيف ديال الفرن من الداخل. ومن بعد غادي نبدا نحك هذاك البرودوي. صراحة هاد العملية كتنظف الفرن بواحد الشكل رائع يعني دغيا دغيا كتسهل عليك العملية ديال التنظيف. وهادي نتوما غاديين نتوما كتفزقو فيها يعني إلا شفت ليكم فزقوها عاوتاني وعصروها وليو عاوتاني استعملوها. ومن بعد كناخذ شيفون خاص بتنظيف المطبخ كنفزقو مزيان وكنعصرو وكنمسح كاع داك البقايا ديال بيكربونات الصودا والخل. كما شفتو طريقة جد سهلة مغاديش تاخد منكم واحد المجهود اللي هو كبير بحيث ملي كنشعلو الفران هديك الحرارة كتساعد في تنظيف الفرن. نحاولوا نطفو كاع الجناب هكذا نمسحو بهذه الطريقه هذه والباب بطبيعه الحال حتى هي ما نساوهاش. غادي ناخذ دابا قريعه بحال هذه غادي ندير فيها الماء والخل باش يدف ليله مع الفرن ديالي لداخل. غادي ناخذ البابيي ديال المطبخ واحد جوج ولا ثلاثه وغادي نرش واحد الكونتيتي اللي هي قليله شويه غير باش تدفلي لمعه.
وحتى في الباب الداخل غادي نرش شويه بطبيعة الحال وغادي ننظف بهذا الشكل هذا. فوالا هذا هو الشكل النهائي كما شفتوا من الداخل. الا بغيتوا تحافظوا واحد الفتره طويله على الفرن نظافه الفرن ديالكم من الداخل فرشوا بابي الومنيوم هنايا الداخل وهكذا غادي تحافظوا عليه واحد الفتره اللي هي طويله ما تحتاجوش انكم تنفخوا كل مره على هكذا. نظن كل شيء كيعرف الطريقه اخذوا العبار فرشوه بحال هكذا كما شفتوا الطريقه وملي تشوفوه توسخ بطبيعه الحال بدلوه او لا حيدوه. انا هاد العمليه ديال تنظيف الفرن كنقوم بها مره كل شهر وملي كننظف الفرن ديالي كنوضع داك البابي غير باش يبقى لي مثلا واحد المده طويله وهو نقي ما كيتوسخليش دغيا. ومن بعد ملي كنشوف داك البابي الومنيوم بدا كيتوسخ وهبط عليه داك الليدام كنحيدو ونخليه صافي ما كنعاودش نرجع البابي الومنيوم. وانتوما كيما بغيتو مهم نتوما وخاطركم. فوالا كيما شفتو هذاك الليدام كامل اللي كان عندي في الزاج تحيد ما بقاش. ودابا غادي نمروا لتنظيف الفرن على برا. بالنسبه لتنظيف الفرن على برا غادي نحتاجوا صابون ديال الاواني اي نوع عندكم. غادي نحتاجوا الشيفون اللي كنغسلوا به الاواني غادي يكون فازك بطبيعه الحال هذا الشيفون هذا. ومن بعد في اخر مرحله غادي نحتاجوا الماء والخل غادي نوضعوا القليل من الصابون هنايا ديال الاواني. ومن بعد كنبدا ننظف بهذه الطريقه هذه كنحيد الا كاين شي اوساخ ما تراكم كندوز بلا على كاع هاد بالنسبه لهاد الشيء اللي كيبان لكم هكا بحال الخط هذا راه هبط لي هنايا من الجناب ديال الفران كاين واحد الثقيبه هنايا وهبط ليا تما ما عرفتش البخار اولا شي حاجه ودارتها له خصني حتى نحل هنا هاد الجناب بالتورنوفيس عاد ننظف من الداخل. ومن بعد غادي نعاود بالشيفون اخر مرحله غادي نقوم بها هي غادي ناخذ الورق النشاف ورق خاص بالمطبخ ناخذ واحد جوج ونجيب الماء والخل اللي عندي في هذه القريعه هذه وغادي نرش شويه في البابي باش تعطيني ديك اللمعه. بزاف المشتركات اللي سولوني على طريقه تنظيف الثلاجه ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على طريقه تنظيف الثلاجه وبالنسبه اللي عندهم الثلاجه في هذا الالومنيوم هذا في الكغي يديروا غير الماء والخل غادي تعطيهم واحد اللمعه رائعه. كانت سولتني واحد المشتركه قالت لي كيفاش ندير نظف الثلاجه ديالي عندي بالالومنيوم الوغ دير غير الماء والخل وكتعطي واحد الغيزيطه اللي زوينه بزاف كتعطي واحد اللمعه رائعه. وهذه هي النتيجة من على برا كما كتشوفوا نتيجة جد رائعة. شفتوا اللمعة اللي قلت لكم كيعطي الالومنيوم الوغ الماء والخل كينظف بواحد الطريقة رائعة. فوالا هذه هي النتيجة هذاك الخط هو اللي قلت لكم راه هابط من الداخل يعني بين الزاج والزاج. فوالا كما شفتوا نقابل كامل
هاد الطريقه ديال الالومنيوم جد رائعه، غادي تنفعكم بزاف باش تحافظوا واحد الفتره اللي هي طويله على الفرن ديالكم. الوغ كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى يكون هذا الموضوع فادكم واستفدتوا ولو غير بالقليل. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وبارطاجيوه مع العائله والاحباب، واللي مازال ما تابوناش معايا تابونا هكذا باش يوصلها الجديد ديالي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله. يلا باي.